السوق في حال جنون تام، عاصفة الكريبتو بدأت، البيتكوين لا يهدى. السؤال المهم، هل ممكن يحصل تصحيح؟ وصناديق الـ ETF يتم تفريغ كميات كبيرة من البيتكوين، هل الآن الوقت مناسب للاستثمار؟ كيف ممكن تقسم محفظتك للاستثمارية حتى تحصل على ربح 5 أضعاف مع انفجار القادم للبيتكوين؟ ما هي القمة القادمة لعملة البيتكوين؟ ما هو أعظم خطأ ممكن يمر فيه المستثمرين؟ ممكن يكلفوا أكثر من 50% من محفظته؟ أما شباب بالنسبة لعملة لونا كلاسيك، انفجار سعري كبير، منصة باينانس لا تتوقف عن الدعم ومستويات جديدة بعد آلية الحرق الحديثة. أما صديقي خليني أخبرك عن صفقاتنا الناجحة اللي كانت بعملة الهوت، كان دخولها عند منطقة 3.09 وضربنا فيها 0.40، مرابح كانت هائلة بالصفقة، حذف 0. صديقي هاي الصفقة من إحدى الصفقات الناجحة بقناة الكريبتو. أما صديقي عن صفقات الفوركس، أنا صديقي برشح لك منصة أكسنز، منصة عمرها أكثر من 15 سنة، السبريد فيها منخفض، أيضا منصة باللغة العربية، سهولة الاستخدام، بتحصل على كوبونات تخفيضية بمجرد تسجيلك عن طريق الرابط اللي بأسفل الفيديو، وأيضا بتحصل على خدماتنا المجانية، صفقات مجانية بالكامل ومتابعة مع حركة السوق وأهم الأخبار. عليك صديقي ما تضيع الفرصة على نفسك، تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل للكلام. جنون البيتكوين ما زال مستمر، الحركة الانفجارية ما زالت مستمرة، وأمامنا قمة جديدة للبيتكوين. على فريم اليوم صديقي نحن أمام موجة سلسة دافعة، ممكن يكون فيها هدفنا مناطق 65,000. أما صديقي على فريم 4 ساعات البيتكوين بهذا المثلث الصاعد، اليوم صديقي على موعد الافتتاح الأسواق العالمية ممكن نشوف حركة كبيرة خلال ساعات. نموذج الراية هدفنا منه اختراق نحو الأعلى، مستهدفين قمم 65,000 و67,000. حسب توقع المحللين صديقي البيتكوين يقترب من 100,000 إلى 200,000 بفضل المؤسسات. الخوف صديقي اللي ممكن يرتكبه من المستثمرين هو يعتبر أعظم خطأ. يستمر بالحركة الصعودية البيتكوين والعملات البديلة ويشوف الناس تحكي صعود، ما في أبدا تصحيح، يصير فومو كبير. المستثمرين الجدد اللي ما في عندهم أبدا خبرة بيدخلوا بالسوق، بيكون ضريبة هذا التصرف خسارة نحو 50% من محفظتهم. التصحيح يا شباب قادم، ما في مجال منه، لكن نحن مختلفين على توقيته، يعني أي نقطة ممكن يصحح فيها البيتكوين، ومختلفين أيضا على قوته. هل ممكن البيتكوين يصحح مناطق 50,000 أم مناطق 40,000؟ أما صديقي بالنسبة للاستثمار، الوقت غير صالح للاستثمار، السوق صالح للمضاربات. أما صديقي عن محفظتك الاستثمارية، التقسيم الصحيح إلى 75% يا صديقي البيتكوين ملك العملات، 10% إثريوم، و10% عملات قوية سولانا والآدا وإلى آخره، و5% من عملات الميم. صديقي مع هاي طريقة التقسيم أنا بضمن لك ربح 5 أضعاف بالأيام القادمة، مع وضع برنامج صديقي لزيادة رأس مالك بشكل منتظم والتعزيز من عملاتك. أما شباب عن عملة لونا كلاسيك، العملة عملت أداء ممتاز جدا، بيوم أمس كان في انفجار ضخم للعملة، منصة باينانس مستمرة بدعم العملة وتم حرق أكثر من 2.5 مليار، الحرق الشهري للعملة. أما صديقي على أسباب الارتفاع، تفعيل الأداة الجديدة لزيادة كمية الحرق، وأيضا ارتفاع الستيكينج وزيادة حجم التداول على العملة، بالإضافة صديقي لشمعات الخضراء ملفتة للنظر لكل المستثمرين. استطاعت العملة تجذب الانتباه، وصلنا إلى مناطق 3.22. اليوم كان في عنا تصحيح مناطق 3.15، لكن صديقي
صديقي بديل الشمعة تم أخذ السيولة من هاي المنطقة والتجميع والارتفاع. طلبات وأوامر شراء من هاي المنطقة كانت ممتازة. إذا قدرت العملة تحافظ على منطقة 3-0-18، هدفنا هو عند منطقة 3-0-25. التوقعات شباب حاجة حسب مجلة الانفينيستي يصبح سعر العملة 0.01 بهذا الشهر. صديقي الأمر مبالغ فيه، لكن إلى الآن أداء الفريق ممتاز، وهذا الأمر واضح على سعر العملة، وبالإضافة لأوضاع السوق بتشجع بالارتفاع. صديقي إذا عجبك المحتوى لا تنسى تعمل لايك واشتراك، وهلا خلونا ننتقل لنشوف الرابح على فيديو بيوم أمس. طبعا صديقي بننتقل للموقع الشهير، بناخذ رابط الفيديو وبنحطه هون، وبنشيل التعليقات المكررة وبنضغط ستارت. هذا هو صديقي الشخص اللي فاز معنا. لا تنسى انت صديقي تترك تعليق لتكون احد الرابحين معي بيوم غد.